نقول حول الآية الشريفة نتوقف في بحث تفسيري أصولي تطبيقي، وهذا البحث بحث دقيق التفتوا إليه ولنلتفت إليه جيدا، وهو أن الأصوليين في مبحث مقدمات الانسداد، احنا وعدناكم نكمل البحث في هذا الحقل على ضوء الآية الشريفة، الظاهر من حالهم أنهم حصروا مبحث مقدمات الانسداد لمثبتها أو نافيها في الإلزاميات، يعني في دائرة الواجبات والمستحبات هكذا، لأن المقدمة الأولى هذا اللي احنا نستشكل عليها ونقول هذا غير صحيح. المقدمة الأولى من مقدمات الانسداد ما هي؟ إنها هنا أحكاما إلزامية كثيرة، البعض هكذا عبر. إذن انحصر البحث في دائرة الواجبات والمحرمات. البعض الآخر مثل الأخوند الخراساني لم يذكر كلمة إلزامية، البعض ذكرها، البعض يقول إنها هنا أو هنالك ماكو فرق أحكاما فعلية كثيرة، لكن بعد ذلك الآخون في المقدمة الثالثة يرجع يجيب كلمة الإلزامية أي مفاد الإلزامية، فيخصص البحث بدائرة الواجبات والمحرمات من جديد. ماذا يقول؟ يقول إنه لا يجوز لنا إهمالها، هاي في المقدمة الثالثة. إذن صار الحديث عن ماذا؟ عن الواجبات والمحرمات، لأن المندوبات يجوز لنا إهمالها، المكروهات يجوز لنا إهمالها، فإنها هنا تكاليف فعلية كثيرة المقدمة الأولى بقرينة المقدمة الثالثة، مقصودة شنو؟ ها هنا تكاليف إلزامية فعلية كثيرة. والذي لم يذكر المقدمة الثالثة مثل كثير من الأصوليين لم يذكروا المقدمة الثالثة الآخندية، لكن دليلهم دليل، يعني إحدى المقدمات التي أقاموها دليل على أن حديثهم منحصر في الدائرتين، دائرة الواجبات والمحرمات. شنو الدليل؟ الدليل هو أن الاحتياط ليس بواجب لأنه مستلزم للعسر والحرج أو لأنه غير ممكن هكذا. إذن عندما يقول لأن الاحتياط ليس بواجب إنما يتوهم الوجوب لو كان هناك احتمال أمر إلزامي أو احتمال نهي إلزامي، وإلا في المندوبات لا شك في أن الاحتياط عليها ليس بواجب. إذن من هذا نستنبط بهذا التصفح السريع لمختلف كلمات الأصوليين أنهم حصروا دائرة مبحث الانسداد لمثبته كصاحب القوانين، ولنا فيه كالآخون وغيره في دائرة الواجبات والمحرمات، وهذا غير صحيح. لماذا؟ هذا البحث يرتبط بصميم بحثنا الآن، لأن الفقه هل يدور مدار الواجبات والمحرمات فقط؟ لا، الفقه مليء بالواجبات والمستحبات، الفقه مشحون بالمحرمات والمكروهات. لاحظوا الكتب الفقهية يبدأ بواجب ويثني بمستحب، القنوت مستحب أو لا، ليش ذاكري بالرسالة العملية أو بالشرائع أو بالعروة أو بالجواهر والفقه والحدائق والمسالك وغيرها، المستحبات، الأذكار المستحبة، صلاة الليل ليش يذكروها، صلاة الحاجة وصلاة الكذا ليش يذكروها، صلاة جعفر الطيار لماذا تذكر؟ الفقه إذن ابتنى على الأحكام الخمسة من واجبات ومحرمات ومستحبات ومكروهات ومباحات. الأصول أيضا غرضه ماذا؟ الأصول علم آلي، الأصول هدفه وغرضه الحجة المشتركة القريبة على الفقه بمختلف دوائره الخمسة،
أو موضوعه الأدلة الأربعة على ماذا؟ على الأحكام الشرعية بمختلف أنواعها. لذا وهنا تتم، لكن الوقت مع الأسف ضيق، فلذا نقتصر على جانب من البحث فقط. لذا إلغاء المستحبات والمكروهات حتى في المعادلات الأصولية هذا خطأ استراتيجي إن صح التعبير.